يقول هل يجوز للمرأة التواصل مع الرجل عبر المواقع التواصل الاجتماعي أم لا؟ المرأة لا يجوز لها التكلم مع الأجنبي، يعني اللي مو قرايبها. مرأة يعني، والرجال هذا اللي دي تتكلم وياه رجل أجنبي. فإذا كانت مخدرة هذه المرأة، يعني ربة بيت، يعني مو مثلا أستاذة جامعية ولا مثلا موظفة ولا مثلا وظيفتها خارج البيت تتكلم مع الرجال كذا، بما لا يكون هذا التكلم يحدث نوع من الريبة مثلا والتلذذ من صوتها أو من كلامها، لاحظتم؟ فذلك جائز. أما إذا كانت ربة بيت قاعدة مخدرة زين وتتكلم مع الأجانب، ليس لها، لا يجوز لها التكلم مع الأجنبي. نعم، فقط في حالة الضرورة القصوى، نعم وهذه الضرورة القصوى حددوها يعني في الروايات، محددة ببضع كلمات تستطيع أن مثلا تجيب هذا الأجنبي، أما أكثر من ذلك لا. لاحظته مسألة هذه المواقع، مواقع التواصل مثلا الواتساب أو الفيسبوك أو غيرها، ذني أيضا إذا كانت تؤدي إلى الريبة والتلذذ وغيرها، خب هذا لا يجوز التكلم. وإذا أجنبي لا يجوز التكلم معه، أحسن. لأنه أيضا كلام أحسن. أساس، سواء كان بالصوت أو بالكتابة، هو عنوانه شنو؟ الكلام مع الأجنبي. واضح.